هل تعرف الصفة اللي تخلي الله يحبك والرسول كمان؟ إيش هي هذه الصفة؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم سلطان حبادي، واليوم مقطع جديد. إيش بقاعد أتكلم فيه؟ عموما السلام عليكم، اليوم مقطع جديد، هو سلسلة البداية والنهاية، مقطع جميل جدا جميل جدا جميل عن صحابي اسمه جوليبيب رضي الله عنه. بس قبل ما ندخل في القصة نسأل سؤال للمعتاد، كيف حالك؟ كويس؟ أنت بنغالي؟ من زمان الناس استناني اقولها صح ولا لا، بس اخيرا قلتها. بس من جد كيف حالك؟ اتمنى انك تكون كويس، حتى لو انت كويس عادي. انا كيف حالي؟ انا والله دوبي راجع من الدوام، تعبت اليوم بس لازم، عندي تاسكات في اليوم لازم انجزها، ما ينفع اقول تعبان وخلاص اروح انام، لا، عندي تاسكات معينه في اليوم، مهام معينه في اليوم اخلصها اروح انام وانا مرتاح. غير كده انا يقول تعبان وما تعبان والله بنام، لا، ليه متى حتقعد زي كذا في حياتك؟ ليه متى حتقعد كذا متسيب في حياتك؟ خاشتغل اشتغل عشان بكره تقول والله هذا انا، انا كنت اشتغل وصرت زي كذا اشتغل الحياه. انت كويس ولا ما انت كويس؟ اتمنى انك تكون بافضل حال وانت تتفرج هذه الحلقه، ونبدا بسم الله الرحمن الرحيم. بس قبل ما نبدا عندنا المسلمات، المسلمه المعروفه كلها، المسلمه اللي هي دائما دائما عندنا، اللي هي انا لست شيخا، انا مجرد راوي قصص، احب التاريخ الديني، احب تاريخ الديانه، احب كل حاجه، احب كل حاجه، حتى انا احبك ترى، احبك ايوه انت. وقبل ما ندخل كمان يا جماعة الخير، أنا دبدبت مرة، أنا كنت إنسان رياضي، صرت دبدوب، والآن راجع مرة ثانية إن شاء الله للحياة الرياضية، فحيكون كل تفاصيل حياتي الرياضية في سناب شات. هذا لسه ما جيت محسنك، واحد اثنين تكفى تعال تكفى تعال تكفى. المهم يلا ندخل في الحلقة، بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما قلنا حنتكلم اليوم عن صحابي جليل اسمه جليبيب رضي الله عنه. هذا الصحابي كان فقير المال وليس جميل الوجه، يعني ما كان حلو ونحيف كذا ضئيل، يعني لا جسم ولا فلوس ولا وجه، وما هو معروف عند الناس، ما هو معروف عند الناس، ومعروف بس عند الناس اللي حوالينه بالصفات اللي دوبي قلتها، اللي هو كان قليل المال وما هو حلو وجسمه ضئيل، فكذا ما حد يعرف عنه شيء في الحياة غير عن هذا الشيء. ولكن بغض النظر عن الصفات اللي دوبنا قلناها، كانت عنده صفة تغنية عن أي شيء في الحياة، اللي هي حسن الخلق. فهذا الصحابي في يوم من الأيام كان حاضر جلسة فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، ويا حظ صراحة. المهم فالصحابي الجليل كان حاضر جلسة فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، فالرسول وجه سؤال لجليبيب وقال له: يا جليبيب، ما أنت ناوي تتزوج؟ يعني خلاص متى ناوي تتزوج؟ هذا السؤال وجهه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى جليبيب. فجليبيب كذا سمع السؤال وقاعد يطول في نفسه ويقول: أنا أتزوج؟ يعني لا أنا عندي فلوس ولا عندي وجه حلو ولا عندي جسم حلو، فمين حيقبل بي؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له: لا تخاف، أنا اللي حزوجك. وبرضه نقول كمان يا حظ جليبيب رضي الله عنه. ومرت الأيام والرسول صلى الله عليه وسلم كان قاعد يتكلم مع شخص من الأنصار. اللي ما يعرف الأنصار، الأنصار اللي هم الأوس والخزرج اللي كانوا سكان المدينة وجوهم المهاجرين، فصاروا المهاجرين والأنصار في المدينة. المهم فكان الرسول صلى الله عليه وسلم قاعد يتكلم مع واحد من الأنصار، والآدمي هذا اللي من الأنصار كانت عنده بنت، فعرض هذا الرجل اللي من الأنصار بنته للرسول صلى الله عليه وسلم إنه يتزوجها، يعني يبغى الرسول يتزوج بنته. فكان يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، عندي بنت وأتمنى إنك تكون عريسها. فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: نعم نعم. قال الرسول: نعم أزوجها، لا أتزوجها. فالرجل قال له: طب لمين حتزوجها؟ الرسول رد لجليبيب. فالرجل كذا تغيرت ملامحه، يعني قال: يا رسول الله، طب بس أشوف أم البنت وأرجع أقول لك إذا طيب ولا مو طيب. وفعلا راح الرجل لزوجته وقال لها إنه الرسول قال إنه خلي جليبيب يتزوج بنتنا. فزوجته كذا سكوت كذا، جليبيب ما حد عارف منهم الاثنين ايش يعمل، وما كان يعرف وايش يقولوا للرسول صلى الله عليه وسلم، ما حد كان راضي، وبس ما هم عارفين كيف يردوا للرسول صلى الله عليه وسلم، كيف يقولوا للرسول صلى الله عليه وسلم لا. فمين كان يسمع نقاش الرجل وزوجته؟ بنتهم. فخرجت بنتهم من غرفتها، هم الاثنين كانوا قاعدين يتناقشوا، وقالت لهم: تبغوا تعرفوا ايش تردوا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قولوا له بنتكم موافقه. فراح الرجل للرسول صلى الله عليه وسلم واخبره بالخبر انه بنتهم وافقت انها تتزوج جليبيب، وبالفعل اتزوج جليبيب والبنت هذه. وبعد فرحهم دعا لهم الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعد فتره من الزواج جاءت غزوه من غزوات الاسلام، ومن اسماء المحاربين جليبيب. فدخلوا الغزوه المسلمين وبدات الحرب، وانتهت
الغزوة بانتصار المسلمين. فبعد انتهاء الغزوة كان كذا جزء من المسلمين مفقودين، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل الجماعة اللي حوالينه مين مفقود مننا؟ فكان الصحابة الموجودين يردوا نفقد هذا العالم، نفقد هذا التاجر، نفقد هذا ونفقد هذا. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول روحوا جيبوهم وتعالوا. وبالفعل جابوهم كلهم. بعدها الرسول صلى الله عليه وسلم سأل مين ناقص؟ فإن الصحابة قالوا لا يا رسول الله كلنا كاملين، ما في حد ناقص. فجاء هنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال إني أفقد جليبي، روحوا ابحثوا عنه. فلما راح الصحابة بحثوا عنه لقوا جثته بين 7 مشركين قتلهم جليبيب، ثم مات هو من إثر الإصابات والجروح. فراح عند الرسول صلى الله عليه وسلم، راح عند جثته ووقف عند جثته وقال قتلتهم ثم قتلوك، أنت مني وأنا منك، أنت مني وأنا منك. وبعدها أمر الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة إنه يحفروا له قبرا، وبعدها دفنوا الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه. فبعد ما دفنوا الرسول صلى الله عليه وسلم دعا له وقال اللهم ارض عنه فإني راض عنه. فكذا عاش الصحابي الجليل الخلوق مغمورا ومات مشهورا. واللي مو عارف الصفة اللي خلت الرسول صلى الله عليه وسلم يحب جليبيب قد كده اللي هي حسن الخلق، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هذا حديث للرسول صلى الله عليه وسلم. فأتمنى يا جماعة الخير تكون خلقكم حسن مع جميع الناس، وأتمنى أنك تعامل الناس بطيبة، ويعني تكون خلقك حسنة يا جماعة الخير مع الناس كلهم. فأتمنى أنك انبسطت في الحلقة هذه، والقصة مرة حلوة صح ولا لا؟ والله جميلة القصة. وأنا أنزل قصص كل أحد وربوع من الساعة 9 للساعة 10 كذا، في بينهم أو 9 و10 بإذن الله تنزل لك حلقة جديدة. سلام.